الموقع الأحواز العربي جنوب غرب إيران. الحدث تفجير الحرس الثوري لسواتر ترابية صنعها الأهالي لمنع تدفق مياه الفيضانات. المفارق أن بعض هذه السواتر بنيت بأجساد أبناء المنطقة، في حين ومع صدور إحصاءات قدرت عدد المشردين جراء فتح مياه السدود وتفجير السواتر بنحو 500,000 شخص بمنطقة الأحواز، يبدو أن تفاصيل أخرى وتسجيلات بدأت تتكشف لما يخطط له النظام الإيراني وحرسه الثوري. هذا التسجيل الذي يرصد اتصالات بين عناصر وضباط في الحرس الثوري يؤكد الأوامر المعطى لدفن القرى العربية بالاسم في هور الحويزة مقابل منع تضرر شركات النفط. ومن صور تفجير سواتر الأهالي بهدف إغراق القرى والبلدات إلى مقطع للحرس الثوري أثناء انشغاله بصنع سواتر لحماية الآبار والشركات النفطية المقدر عددها بنحو 350 منشأة، مظاهرات غاضبة خرجت في عموم مدن وبلدات الأحواز العربي المحتل، المشتعل أصلا منذ سنوات في مسعى لاستعادة حريته واستقلاله. لكن ومع تعمد إغراق المنطقة تبدو قضية الشعب الأحوازي قد أخذت منحا أكثر خطورة، فالنظام الإيراني بدأ فعليا بتنفيذ مخطط تغيير ديموغرافي لاستبدال السكان العرب بشيعتهم وسنتهم بمستوطنين فرس لإحكام القبض على إقليم يؤمن 80% من صادرات إيران النفطية. الموارد المالية الهائلة من الإقليم المحتل جاءت محادثة بين أحد أبناء الأحواز المتضررين ومسؤول إيراني لتختصر مشهده. لماذا لا تفعلون شيئا للعرب المتضررين؟ أم تفعلون ذلك فقط لسوريا؟ هذا ليس من شأنك أيها المعارض للنظام، أنت غير مؤدب، ارحل ولن أقول غير ذلك حتى يعتقلونك. هذه أموالنا سنواصل تقديمها لسوريا. مقاطع مصورة تدعم ما يخطط له النظام الإيراني، فعشرات الدبابات التابعة للحرس الثوري وميليشيا الباسيج دفع بها إلى مناطق الأحواز مع ازدياد الغضب الشعبي، وفوقها الدفع بمئات العناصر من ميليشيا الحشد الشيعي العراقي لمواجهة أبناء الأحواز العربي وقمعهم. لكن ومع نماذج الربيع العربي وآخرها السودان والجزائر، تساءل ناشطون أحوازيون، هل ما زال هناك شيء في تصنيف المستحيلات؟